اليمين اللي ورا، اطلع 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 كده ماشي. الراجل حابسها في الزريبة وسايبها سنة. اطلع اطلع يابا اطلع، لا حول الله يا رب. مشيها مشيها، المشي لها حيل. هات لي احمد كده ما نشوف هنربطها فين هنا. خش يابا كده خش. عرض شديد من ورا الضفر، الله اعلم في ايه، بس اكيد في خراج. اربط يابا اربط اربط رجل الخلفيه اللي ورا. العرج دي من امتى يا احمد؟ العرج دي من امتى؟ لسه امبارح. بس لسه امبارح؟ العرج دي فيها بقالها اكثر من 20 يوم ما ظهرش الا امبارح. ربنا يسترها. هنشوف فيها يا عم. شوف الحفر في التليفون عشان نشوف الدم اللي عشان يعمل عمليه جراحيه. قول بسم الله. مالكش دعوه بالحبل، امسك مالكش دعوه بالحبل. شوف الحفر في التليفون يا استاذ، ما نشوف اللي فيها خراج ولا فيها ايه بالظبط اللي تعب. ماشي. قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسندها بقى، اسندها كده. اهم حاجه تدور في الضفر قبل اي شيء. هو الضفر بتاعها شكلها سليمه. دي مصدوقة منك يا حاج محمود؟ يا ابني والله بنقول لك، ولا هو احنا فجاه لقيناها كده ثاني يوم الصبح، سايبينها حلو المغرب ثاني يوم الصبح لقيناها كده. ثاني يوم لقيتها كده. اه. ما فيش فيها خراج ولا حاجه يا احمد. اه طب يا ريت فيها خراج. ما بقول لك ما فيش. يبقى احنا كده كشفنا. اه. الخراج ما فيش فعلا. بس احنا ممكن نلاقي خراج مختفي ولا حاجه.